لو صارت ضربة سجل للأماكن عندك هذه، حيضربوا مركز ربيع وحيضربوا الفرات الأوسط وحيضربوا بعض المناطق في العمارة وفي الحلة. هذه هي الأهداف الموجودة. هاي معلومة لو استنتاج يعني بين الصدق والكذب أربع أصابع، شاهدها وبعدين قول الشليمي والله قال، لأنها مرصودة أهداف موجودة يعني يعني الأهداف هذه معروفة ومرصودة. وين أخلوا المعسكرات؟ في شخصيات راح يتم مهاجمة، في شخصيات راح تضرب ويتم الحقيقة تصفيتها. يعني عندك أسماء مثلا؟ وموجود. ما أقدر أقول لك الأسماء، لكن في شخصيات الحقيقة راح يتم مهاجمتها ويتم الحقيقة تصفيتها. لكن كيف يسمح المسؤولين العراقيين أو السوريين أو أي اللبنانيين أن تتعرض مقدرات بلدانهم وعلاقاتهم مع الدول وعلاقاتهم الحقيقة والوضع الاقتصادي؟ بس يا دكتور فهد خلينا نتذاكر معاك بواقعية وتقييما للأحداث. الفوضى التي أنت قلت بها نعم هذه فوضى قائمة، لكن عندما نرجعها إلى حيث الأسباب والمسببات، المسؤول عن هذه الفوضى أمريكا، ما حصل في العراق وما حصل في سوريا، وبالتالي يجب أن تدخل لتعالج هذا التمدد الذي يحصل بالعراق والذي حصل في سوريا وفي أماكن أخرى، فوضى خلقتها أمريكا ولم تكن خلاقة، وبالتالي هذه الشعوب تعاني والكل يعاني من هذه الفوضى. ما احنا من زمان كنا نتحدث عن هذه الفوضى الخلاقة لشعوبنا ولجماهيرنا، كنا نقولهم هذا غلط. نعم. هذه أحد حروب الجيل الرابع يا جماعة، حافظوا على بلدانكم. الأمور الحقيقة ليست كما يشيعها بعض خطباء الفتنة أو بعض قادة الفتنة. للأسف الشديد الولايات المتحدة، يعني إيران تقول عنها الشيطان الأكبر، ورئيس إيران يقول إخواننا الأمريكان. يعني شوف الدبل ستاندر، النفاق السياسي اللي الآن على الساحة الإعلامية.